لفت نظري يعني ان هم ياخدوا الازازه دي ويحنطوها. اصل الفراعنه دول ولاد لعيبه بصراحه. اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده مع حمو والترند. الترند النهارده عن ابو جبل. ازازه الميه هي سر تصدى ابو جبل للكور الصعبه. الموضوع ده فيه ناس كتير قوي بتتكلم عنه لدرجه ان طلع على ابو جبل نفسه اشاعات. يجي حد يقول لك ده مخاوي وحد تاني يقول لك ده في سحر معمول للمرمى علشان الكور ما تعديش. لكن الموضوع غير كده خالص. الازازه اللي كان ماسكها ابو جبل هي احد مفاتيح نجاحه عشان طبعا نعدي من الكاميرون ونطلع للمباراه النهائيه. الازازه دي بقى كان ملزوق عليها ورق مكتوب عليه اماكن تسديد اللعيبه بتاعه الكاميرون، وفعلا نجح ابو جبل في التصدي في كذا كوره، والحمد لله الماتش عدى على خير وطلعنا للنهائي. وفي فيديو حصري للحضري وهو بيقول على الازازه انها زجاجه الانتصار. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. في حاجه كده ازازه كده انا هسميها زجاجه الانتصار اللي كانت في ايد ابو جبل. ان شاء الله هننزل لها صوره ونعرف الناس ان احنا هنشتغل ازاي. السر كله بقى عند فريق تحليل الاداء بقياده محمود سليم. ده عشان محمود سليم عمل دراسه كويسه جدا لكل لعيبه الكاميرون، وطبعا الزاويه المفضله ليهم في ضربات الجزاء، وكل المعلومات دي كتبت على ورقه واتحطت على ازازه ابو جبل. انا من وجهه نظري يعني ان هم ياخدوا الازازه دي ويحنطوها، اصل الفراعنه دول ولاد لعيبه بصراحه. والمفاجاه بقى ان دي ما كانتش اول مره تحصل، حصلت كتير قبل كده، والموضوع ده اول مره حصل فيه كان في 2006 في كاس العالم، لما الحارس الالماني حط ورقه بكل المعلومات في الجوانتي بتاعه، والطريقه دي بقت تلجا ليها كل الفرق، عشان طبعا يدربوا حراس المرمى على ركلات الترجيح، والمفاجاه الاكبر ان حارس المرمى الامام ما دخلش فيه ولا جون، مع انه يعني كان بيلعب قصاد الارجنتين، والورقه بقى اللي كانت مع حارس المرمى الامام اتباعت في مزاد خيري بمليون يورو، وده بقى حصل 2007 قبل ما يتم وضع الورقه دي في متحف بمدينه بون الالمانيه. وفي نهايه الحلقه بقى حابب اقول هارد لك لفريق المنتخب المصري، وبصراحه بقى يا رجاله انتوا عملتوا اللي عليكم جدا يعني، واحنا بنحبكم جدا وان شاء الله المره الجايه تجيبوا كاس وترجعوا. اما انت بقى اللي قاعد لا بتجيب كاس ولا بتعمل، انت عمال تتفرج عليا بس وعلى المطشه، اعمل سبسكرايب واعمل شير واعمل كومنت عشان انت حبيب قلبي. ها